النهارده لما نحط 700 مليون جنيه في خطة إصلاح الصناعة للتدريب، أعتقد إن دي بادرة أمل إن إحنا هيبقى عندنا مكن مطور وعامل قادر على التعامل مع هذه الآلات والمعدات الحديثة. يمكن في جزئية كمان أول مرة نسمع عنها، وهي موضوع اللي حضرتك اتكلمت عن التسويق واختيار علامة تجارية للقطن المصري، وده مفترض إن هو كمان يحطنا في مكان آخر في السوق العالمية، زي ما كل الشركات وكل الدول بتعمل فكرة البراندنج أو فكرة إن أنا أسوق لنفسي بطريقة كويسة. بالتأكيد اتعملت شركة تسويق واتاخد لها اسم محترم جاي من أسماء الفراعنة، وبقت هي مسؤولة حصريا عن تسويق المنتجات اللي موجودة لهذه الكيانات التسعة. وأنا بتصور أن احنا الفترات اللي جاية لما ترد الماكينات والآلات وتظهر للنور محدش هيروح للمستورد، لأن المكن اللي جاي والآلات اللي جاية طبقا لأحدث النظم العالمية في صناعة الغزل والنسيج، يعني سواء كان من الإنتاج وشكله، سواء كان من التغليف، سواء كان من التسويق، يعني المنظومة كلها متكاملة. وده اللي احنا الحقيقة كنا بنقول عليه، بنقول ما تهتموش بالصناعة من باب واحد، وإنما محتاجة كل المنظومة تكون محدثة وحديثة حتى نصل إلى صناعة الغاز والنسيج ونعود بيها إلى سابق عهدها وترجع مصر تاني رائدة في هذه الصناعة. وبعدين احنا مش شوية، ده احنا 100 مليون، احنا لوحدينا سوق. يعني هل ينفع ان احنا 100 مليون العالم كله بعارف ان احنا سوق ليه، واحنا ما بقى عندنا ميزة تنافسية في هذا الموضوع، ما نبقاش ننتج صناعة على الأقل زي ما الرئيس السيسي عنده استراتيجية، او بنصدر خام يعني لا خام، لا يا فندم، احنا نصدر حاجة فيها قيمة مضافة، منسوجات. ما ينفعش ان انا اصدر مادة خام، فكرة تصدير المادة الخام دي اصدر مادة خام وارجع اشتري تاني. طب احنا هنا بنستهدف ان احنا يعني نساهم ازاي؟ نعم، بنستهدف هنا ان احنا نساهم قد ايه في موضوع المنسوجات، في منسوجات في الناتج المحلي؟ يعني احنا ايه طموحنا او ايه هدفنا في النقطه دي؟ نعمل اكتفاء ذاتي. يعني زي ما احنا بنحاول نعمل اكتفاء ذاتي، والحكومه المصريه الممثله في القياده السياسيه بتحاول تعمل اكتفاء ذاتي في القمح، احنا بنحاول نعمل اكتفاء ذاتي في الملبس. لان لا يمكن اطلاقا ان احنا يعني مش هنبطل لبس. الحاجه الثانيه، انا ما يبقى عندي اوتي من فاسي هيبقى قراري من راسي. يعني ما ينفعش ان انا اطور صناعه غزل ونسيج وحط فيها 21 مليار بدون ما وفر لها المادة الخام، واعتمد على قطن جاي من الخارج. طب افرض حصل ظروف زي اللي حصل في أوكرانيا النهاردة كده، واختل السوق العالمي وارتفعت الأسعار، أنا بقى مصنعي تقف. عشان كده الحقيقة المنظومة متكاملة، متكاملة من بداية الزراعة حتى المنتج النهائي.